الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. محضر معشر الإخوة السادة الوزراء المحترمين، معشر الأخوات السيدات الوزيرات المحترمات، نبدأ كما جرت عادتنا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، خصوصا بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى علينا من رحماته واستجاب لدعواتنا التي توجهنا له بها في مختلف المناسبات بأن يسقينا من فضله، وإننا لنرجو من ربنا المزيد. طبعا كما يقول المغاربة على قدر ننفع إن شاء الله الرحمن الرحيم، لتكون سنتنا إن شاء الله الرحمن الرحيم سنة طيبة مباركة كاللواتي سبقناها، إن ربنا على كل شيء قدير. وأنا أتفائل خيرا بالدعاء في هذا المجلس المحترم، ونستهل مجلسنا لهذا اليوم بدراسة مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ويقدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية، وكذلك أظن في نفس الوقت نظام المعاشات العسكرية. فليتفضل مشكورا.